الانتهاكات اللي بتتعرض لها النساء اللي قررت تتظاهر وتحتج بتبدأ من قبل نزولها على الشارع. اعتراض الأهل، القمع، المنع، التهديد، الوصم اللي بيمارسه المحيط، من العيلة للجيران، واللي بيعبروا عنه بعبارات مثل نازلين يفلتوا بالشارع، وهيدي بنت شو بينزل على الشارع، واللي أحياناً بيتعدى المحيط الضيق للمحيط الأكبر، وبنشوف مثل هيدي العبارات على مواقع التواصل الاجتماعي وبالإعلام عم يرددها رجال دين وحزبيين وسياسيين. أما بالشارع فالانتهاكات بتاخد أشكال تانية، أشهرها التحرش اللفظي والجسدي اللي بتتعرض له النساء من المتظاهرين ومن القوى الأمنية أحياناً. وفي نوع آخر من الانتهاكات المبطنة اللي بتاخد شكل الوصاية على المتظاهرات، غالباً ما بيكون اللي عم بيمارسها واعي إلها ومفكر إنه عم يعمل شي منيح، وهي اعتبار إنه المتظاهرة الأنثى هي حكماً بحاجة حماية من المتظاهر الذكر، رغم إنها نازلة تطالب بنفس الشي اللي هو عم يطالب فيه وعم تتعرض لنفس اللي هو عم يتعرض له. فبنصير نسمع عبارات مثل صبايا خليكم بعاد، ما تقربوا، هيدي صبية مثل أختك. وهيدا مش مستغرب، لأن بيعبر عن منظومة بتحرص إنها تبقى مسيطرة على المساحات والفضاءات العامة وتستثني النساء وتستبعدهم. وعن تعرض النساء للاعتقال نتيجة ممارسة حقهم بالتجمع السلمي اللي هو بحد ذاته انتهاك، بتنطرح أسئلة على النساء خلال التحقيق، بتتطرق لحياتهم الشخصية أحياناً، وبتستنكر مشاركتهم بالمظاهرات وبتوصم سلوكهم. يعني أسئلة نموذجية بتعبر عن المنظومة الأبوية والوصاية والسطوة اللي بتمارسها على النساء أجسادهم، قراراتهم، وحقهم بالاحتجاج والاعتراض. كنساء مننزل نتظاهر لكتير أسباب، منا لأنه نحن مواطنات وشركات بصناعة التغيير السياسي والاجتماعي، ومنا لأن نساء والاحتجاج هو أحد الوسائل لمناصرة قضايانا ورفع مطالبنا. باختصار، نحن كنساء بنحتاج مرة لأن مواطنات، ومنحتاج مرات لأن نساء، وفي مين عم يحاول يصادر حقوقنا حتى حقنا بالاحتجاج.